الهدى مراسلة شبكة شام الإخبارية، أهلا بك يا إيمان. إذن بحسب ناشطين، العاصمة دمشق وأيضا محيطها كان لهما نصيب الأسد من الغارات اليوم. أين تركزت تحديدا وما مخلفاتها؟ نعم، بداية مساء الخير. يعني بالنسبة لليوم وأول أيام العيد الأضحى لم يختلف كثيرا عما سابق، على العكس تماما شهد نشاط مكثف للطيران الحربي. يعني عدة مناطق في قلب العاصمة دمشق من شرقها إلى غربها إلى جنوبها شهدت غارات جوية، بالتحديد على حي جوبر وزملكة وعربين الجهة الشرقية، دارية والمعظمية في الغوطة الغربية، حجير البلد والبويضة في الريف الجنوبي، هذا الريف الذي في هذه اللحظات يعني يشهد اشتباكات عنيفة. هاتين المنطقتين تشهد اشتباكات عنيفة جدا وحرب طاحنة. يتصدى الجيش الحر للقوات أبو الفضل العباس وقوات حزب الله الإرهابي وقوات النظام التي تحاول السيطرة على هاتين المنطقتين بعد تمكنها من السيطرة على منطقة الحسينية والذيابية، محاولة فرض سيطرتها على منطقة الريف الجنوبي بشكل كامل للحفاظ والمحافظة على منطقة السيدة زينب ومنع لتقدم الجيش الحر باتجاه العاصمة، كون هذه المنطقة الجنوبية هي منطقة مهمة صلة الوصل بين الغوطتين الغربية والشرقية. يعني اليوم أيضا قصف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون طال عدة مناطق في الغوطة الشرقية، أيضا طال منطقة المعظمية أدى إلى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى، أيضا منطقة دارية تعرضت للقصف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون. بالنسبة لقلب العاصمة دمشق، حي برزة الدمشقي، أيضا اليوم مساء اليوم تمكن الجيش الحر من قتل 12 عنصر من قوات النظام إسرى كميم محكم قام به قوات الجيش الحر على إحدى الجبهات، طبعا تزامنا مع اشتباكات في الجبهات الأخرى تحت غطاء من القصف مدافع الفوزديكا المتمركزة على جبل قاس وراجمات الصواريخ. الأحياء الجنوبية مساء أيضا تعرضت للقصف براجمات الصواريخ من سكنة القاعة، حي القابون الدمشقي تعرض للقصف بالمدفعية الثقيلة وسقوط واستهدافه بصاروخين أرض بشكل مباشر للأبنية. بالنسبة لمنطقة المليحة، ومن حوالي ساعة تم قام الجيش الحر بتحرير عدد من الأبنية في محيط مبنى إدارة الدفاع الجوي في منطقة المليحة. يعني هذه الأبنية المحيطة بإدارة الدفاع الجوي تحولت إلى سكنات عسكرية، قام مؤخرا الجيش النظام باحتلالها ووضع الأسلحة فيها، تمكن الليلة الجيش الحر من تحرير بعض هذه الأبنية. نعم، طيب إيمان، أرقام دقيقة بخصوصها. نعم، بالنسبة لقلب العاصمة دمشق، يعني ما يقل عن 22 شهيد حتى هذه اللحظة تم توثيقهم، لكن ربما كان هناك عدد من المصابين أو الجرحى يكونون خلال ساعات في عداد الشهداء. يعني كان بعض الجرحى نقوم بقطع أو بتر بعض الأعضاء نتيجة الإصابات وعدم وجود الكادر الطبي أو المواد الطبية، لكن الآن المصابين والجرحى يكونون في عداد الأموات. لماذا؟ بسبب نقص المواد الغذائية اللازمة لهم ونقص المواد الطبية والكوادر الطبية، لذلك نشاهد بين اللحظة والأخرى ارتفاع عدد الشهداء خلال لحظات يعني بشكل كبير جدا بسبب هذا النقص الكبير بالمواد الغذائية والمواد الطبية. ننوه أن منطقة المعظمية ما زال الحصار عليها مستمر بعد إخراج حوالي 800 مدني من تلك المنطقة، ما زال هناك حوالي 8000 مدني متواجدين في تلك المنطقة، تعرضوا اليوم للغارة الجوية والقصف براجمات الصواريخ. شكرا جزيلا لك من دمشق إيمان الهدى مراسلة شبكة شام الإخبارية.